السلام عليكم طلاب الصف الثاني متوسط متميزين. إن شاء الله محاضرتنا اليوم الموضوع وصلنا أربعة اللي هو solving two step algebraic equalities in R، حل المتباينات الجبرية بخطوتين في R، مثل موضوع حل المعادلات solving the equation. بس هنا موضوع أن ما كان يساوي بالمعادلات، هنا عندنا الإشارات الأكبر والأصغر، هاي يسموها equalities متباينات أو متراجحات. نفس الخطوات الحل، نضع المجاهيل في جهة والمعاني في الجهة الثانية، وعند النقل تتغير الإشارة. نبدي هنا، أول ما أبدي أتخلص من الجذور التكعيبية والجذور التربيعية. هنا عندي كيوبك روت، وهنا هم كيوبك روت 5t بلس الإشارة تتناقص تطلع لي برا جذر تكعيبي، لأنه نيجاتيف 2 الجذر التكعيبي 8، 2 في 2 في 2 أكبر أو يساوي greater than أو equal 6t minus الجذر التكعيبي لـ 27 هو 3. الخطوة الثانية ننقل المجاهيل في جهة والمعاني في الجهة الثانية، وعند النقل تتغير الإشارة، نفس موضوع solving the equation، نفس موضوع حل المعادلات. الـ 6t أجيبها هنا من 5t، والسالب 2 أوديها يم السالب 3. إذن 5t minus 60، لأن إشارة الستة هنا بوزيتيف، minus 60 greater than أو equal negative 3 positive negative 2، من أنقلها يصير plus 2. إذن نطرح الشات الكبير 60 minus 5t equal 1t negative t greater than equal إشارات مختلفة different signs، نطرح وي subtract 3 يروح 2 negative 1. إشارة المتغير ما يصير سالبة، نضربها في سالب واحد. من أضرب السالب الواحد إشارة المتراجحة أو المتباينة تتغير تنعكس. إذن نكتب نويت ملاحظة، عند الضرب بالإشارة السالبة إشارة المتباينة تتغير، الأكبر تصبح أصغر والعكس صحيح. إذن سالب واحد في سالب تي بوزيتيف تي تتغير أصغر أو يساوي سالب في السالب موجب واحد. إذن سوليوشن ست تساوي تي، حيث تي نكتب هاي المتراجحة تي أصغر أو يساوي واحد، نمثلها على خط الأعداد، المتباينات تتمثل على خط الأعداد نمبر أوف لاين، الصفر بالنص، الأعداد الموجبة على يمين الصفر، والأعداد السالبة على يسار الصفر. أنا عندي تي أصغر أو يساوي الاتجاه الكبير على الواحد، إذن الواحد نحط نقطة سوداء وليس فجوة، لأن أكو مساواة، أكو مساواة نحط نقطة سوداء. الاتجاه هالصفحة على جهة اليمين، الاتجاه الإشارة المتباينة على صفحة جهة اليسار. هذا موضوعنا، حل المتباينات بخطوتين في R طبعا رين نمبر الأعداد الحقيقية، تشملنا السالبة والموجبة والصفر والكسور. إذن نفس الخطوات، المجاهيل في جهة والمعاني في الجهة الثانية، بس نفس الخطوات أيضا بالنسبة لإشارة المتغير السالبة نضربها في سالب واحد، بس هنا تتغير إشارة المتباينة عند ضرب السالب واحد. هاي ملاحظتنا على هذا الموضوع. هسا نروح على التمارين exercises page 102-4. التمرين رقم واحد حل الفرديات والزوجيات عليكم، أعطيها homework إن شاء الله. 2y minus 8 less than equal 3y minus 8. أول خطوة نضع المجاهيل في جهة والمعاني في الجهة الثانية، نجيب 3y يمل 2y، ننقل سالب 8 يمل سالب 8. إذن تصبح المعادلة 2y minus 3y less or equal than negative 8، هي إشارتها النيجاتيف من أنقلها صار بوزيتيف، زائد 8. إذن 3y يروح 2y، و1y سالب 1y أصغر أو يساوي سالب 8 زائد 8 0. ملاحظة أيضا كل عدد وين نظيره من أجمعه يساوينا صفر. شنو نظير العدد؟ نظير العدد نفس العدد بس عكس الإشارة، هذا يسمونه نظير العدد.
إذن هنا ما يصير إشارة الواي سالبة، نضرب في سالب واحد حتتغير إشارة المتباينة تنعكس يصير موجب واي أكبر أو يساوي صفر. نكتب solution set مجموعة حلول واي حيث واي أكبر أو يساوي صفر، نمثلها على خط الأعداد، صفر موجب واحد موجب اثنين سالب واحد سالب اثنين، نحط نقطة سوداء على الصفر. ليش؟ لأن أكو مساواة، خط مساواة، إذا ماكو خط مساواة نحط فجوة دائرة، وإذا أكو مساواة نحط نقطة سوداء. اتجاهة المتراجحة صفحة اليسار، إذن اتجاه السهم حيكون صفحة اليمين. تمرين رقم 3، فورتي بلس 2 على 3 أكبر أو يساوي 3 تي ماينس 5 أوفر 3. هنا متباينة مالتنا بيها كسور، شون أتخلص من المقام؟ أول خطوة أتخلص من المقام، نضرب كل المتباينة في قيمة المقام اللي هو عندي 3 للتخلص من عنده. نضرب 3 في 4 12 تي بلس 3 اختصرناه هي 3، شنو باقي عندي؟ 2 greater than or equal 3 في 3 تي 9 تي ماينس 3 تختصر ويا 3 يبقى لي فوق 5. هاي الخطوة الأولى أتخلص من المقام، أضرب طرفي المتراجحة في قيمة المقام. ثاني خطوة ننقل المجاهيل في جهة، 9 تي أجيبها من 12 تي وأودي الزائد 2 يم السالب 5. إذا 12 تي ماينس 9 تي greater or equal negative 5 ماينس 2، يعني إشارة 2 موجبة من أنقلها تصير سالبة. إذا ننقص 12 من 9 3 تي greater than or equal إشارات متشابهة وي آد، نجمع negative 7. نقسم الطرفين على معامل تي للتخلص من عنده، أريد تي بحد المجهول. إذا تي greater or equal than negative 7 على 3، مجموعة الحل solution set t حيث t greater than or equal negative 7 over 3. شلون أمثل بالرسم 7 على 3؟ أنا ما عندي برسم على خط الأعداد 7 على 3. إذا نقسم قسمة طويلة، نقسم 7 على 3، 7 تقسيم 3 بها 2، 2 في 3 6 والباقي 1. إذا الناتج حيصير، الناتج يصير T أكبر أو يساوي سالب 2 عدد صحيح و1 على 3. هسه أرسمها، سالب 2 و1 على 3 العدد بين السالب 2 والسالب 3، نحط نقطة سوداء الاتجاه من هنا، إذا عكس الاتجاه حنرسم السهم هنا، هذا رسم مالتنا يصير. تمرين رقم 5، تمرين رقم 5، 7 مضروبة x ناقصا جذر 3 نسد القوس أصغر من 6x plus square root of 3. هنا عندنا عملية توزيع للتخلص من الأقواس distributive، أوزع 7 على القوس، 7 في x 7x ناقصا 7 في جذر 3، 7 جذر 3 أصغر من 6x plus square root of 3. ثاني خطوة أجيب 6x يم 7x وودي سالب جذر 3 يم الموجب جذر 3. إذا 7x minus 6x أصغر less than square root of 3 plus إشارته سالبة من أنقلها تصير موجبة.
7 يروح 1 6 1 اكس اصغر من هنا اكو 1 1 جذر 3 زائد 7 جذر 3 8 جذر 3 اذا سوليوشن سيت ايكوال اكس حيث اكس اصغر من 8 جذر 3 نرسمها على خط الاعداد برسم هذا هنا ما مطلوب برسم على خط الاعداد لان solve the following inequalities in R by using the properties addition and subtraction ما مطلوب على خط الاعداد التمرين من 1 الى 4 مطلوب الرسم on the number of line represent مثلها على خط الاعداد بهذا التمرين من 5 الى 8 من مثلها على خط الاعداد اذا نعطي واجب بالبيت homework نفس الصفحة page 104 2 4 6 8 12 14 هاي الهومورك الواجب بالبيت